حياكم الله شباب. هذا الفيديو الجزء الثاني، خليت لكم رابط الفيديو بأول تعليق. فكرة فيديو هذا اليوم، شوفوا هسه بعدني بالتسوق. فكرة فيديو هذا اليوم طلبا على أحد المتابعين المصري إيجيبشن مان، الرجل المصري اللي صورنا من 9 بالباص ويكون مكان حلو. حاضر تدلل، هاي لعيونك. هسه راح أصعد بالباص من هناك على اجواء، اركب بالباص واصعد اصور، لانه هاي المنطقه تقريبا احلى منطقه بلندن من تفوت بالباص وتصور. وراح اصور شو اصعد بالباص لحد ما نصور هذا الشارع لانه كلش حلو، واروح الاجواء رود الشارع العرب، عندي شغله اقضيها وراح اطلع من عنده الاكسفورد. يعني حركت لكم الفيديو بدون ما تشوفوه، بس اقول لك يعني فكره هذا الفيديو. شوف بالليل اروح اتعشى والفيديو الجزء الثالث يمكن يوم ساعه تفك بنا اروح اصوره. فاليوم سبت والجو حار، طبعا اليوم درجة حرارة 30، وهذا ستاربكس ماخذ بارد بردة ايدي والله. فهسه راح اروح انتظر الباص. المنطقة هاي كلش حلوة، اسمها نايس بريدج، المصريين يعرفوها طبعا يحبون لندن. فمن هناك راح اوقف انتظر باص رقم 23 يوديني الاجر. Excuse me. Thank you. لعيون مصر أم الدنيا. ماكلارين. صناعة الإنجليزية، هذا معرض مال ماكلارين. لعيون مصر أم الدنيا. هذا كله بما يخص ماكلارين. شوف هاي الملابس، جيبوا لنا هالملابس. واو. حلو والله. هذا حلو بس بنات مبين قياس صغير. Anyway خلونا نرجع. الباصات طبعاً مفولة، شوفوها. يمكن ما راح أقدر أصعد فوق، لانه اذا الكراسي كلها معبايه او الكراسي كلها بيها ناس ما راح اقدر اصعد فوق. ممنوع توقف فوق، لازم بس تقعد. تقريبا هو 40 كرسي يقعدون بس، اما تروح توقف فوق لا، ممنوع، ما يقبل السائق، يناديك بالسماعه يقول لك انزل اوقف تحت. فجو كل كم مره جيت اوقع اليوم يا ساتر. استنى رولكس أرخص واحدة 40,000 دولار. ألوان. طبعاً اليوم شوفوا، قلت لكم سبت هذا الباص هم يروح للسنتر بس ما يودينا على جوار ود. أنا بدي أروح لجوار ود، إذا تأخر الباص أروح مشي لأنه 10 دقائق المشي. فعلى مدى المصري راح أدفع فلوس وأركب بالباص بس ما أريد أتأخر. هذا البواب مال الفندق يا المصر. اذا شفت الفيديو شوف الاول، الجزء الاول مال التسوق. وين ما حطت الباص؟ ها قدامني. والله ماكو. ما حطت الباص بعيده والله يا حبيبي المصري. كم مره حصعد والله ما حطت الباص والله بعيده صارت. واي صارت وراي والله، يمكن ارجع لها، خليني ارجع لها افضل. مصري حبيبي جيب شمل، ما راح اركب بالباص لانه لازم امشي هوايه. يلا اروح للمحطه، فراح اروح مشي وادخل عن طريق هايد باركونه، بعد احلى من الباص هايد باركونه. بس فيديو الباص سهله، الافات الباصات موجوده، لكن هسه مستعجل والباص يمكن تاخر، لازم امشي 10 دقائق ويبقى عليه بس 10 دقائق مشي، وممكن ما القى مكان فوق. فدخلكم هسه بهايد باركونه. احلى شوف كبره هايد باركونه، هاي كلها هايد باركونه كلها. والله جاي دعم الباسكل. هاي باركونه كلش حلوه، الجو شوي بيها بارد لانه هناك حاره. هنا يجون الخليج يقعدون. طبعا البارك جدا كبيرة، تفصل بين ناس بريتش واجواء الرود. شفت لكم هذا الحيوان واقف، الناس يصوروه بهايد بارك من عند الشلال الصغير. طبعا اليوم يوم التعري، اليوم يوم سبت 10/6 يوم التعري، فسامحونا اخاف اشوف الناس مصاليق او شيء. فبنات شباب كلهم مصاليق، اليوم يوم التعري. وهاي الحديقة ما شاء الله كلها ناس.
كلها ناس، انا اتعجب على ايش ناس تجي السنتر تقعد شاهد تمثال حجره بينه، تجي للسنتر تقعد، انا اجي للسنتر بس اتحرك امشي 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 اتونس، بس انا انزل بالشارع يمكن مره اصور اصور وارجع، لانه ما اقدر مربوط بشغل، يعني هو خبرني على شغل طريقه انه ما اقدر مريض، ارد ارتاح شويه واجي اصوركم. ما شاء الله ناس قاعد بكل مكان، شوف الناس والنهر الحين هناك يركبون يتونسون شوي على الشمس الحلوه، انا منه حكم طريق على جواروته، يمكن هم هاي باركون مال الالعاب راح يجهزوه على شهر اكتوبر، اكتوبر ونوفمبر ديسمبر وجانيوري كلش حلو بها العاب خطره نار نار نار. ما صورت بوقتها لانه قلت خاف يوقع التليفون، فعلا هي صعبه صعبه، لازم اشتري فشي يلزم التليفون ويلزم ايدي وعاليه. ده شوفون هذا يفتر على القاعدين وياخذ من عندهم اجور القاعده، لانه نظافه ترتيب هواي شغلات امور، فلهذا السبب انه ياخذون عندهم فلوس، لكن ما اعرف يمكن على القاعده 3 باوند يعني فلوس بطلن ماي مو كثير. هاي صار قدامنا اجور روت، شوف الناس طبعا هذا يجهزون يمكن الحفله، اعتقد حفله راح يسوون، بس هنا هو يخلون مال العاب. هذا هو قدامنا اجور روت، ترى السيارات تخلص تعبر. هذا جوار ودس راح ادخل له. واو شفتوهم لو لا؟ هذا هو جوار ودس، اول ما راح تدخل اول مطعم لبنان واللي بعده مصري، خلي صورة محمد صلاح اللاعب والله يرحمه محمد صلاح الثاني. هذا هو جوار ودس، طبعا اليوم ماكو عرب هواية بسبب يوم العراض، طبعا اليوم الناس مصاليق وهاي يمشون وراح يطلعون جولات بالبايسكلات كثير كثير، ما اعرف وين بالضبط لكن راح يفترون بسنتر لندن. هاي كل شيء عربي طبعا اليوم، حتى الناس تاكلون مترجمين. جباتي كارك مكتوب، شوف هاي الأودي ما شاء الله، جباتي كرك نراقيل يسوون شغال وياه، يمكن واحد سعودي إماراتي لهجته خليجية، قلت تعال بأودي قلت لها عجاية، قال مناظرك حلوة، كل ما أطلع النص قل مناظرك حلوة مناظرك حلوة. طبعا هذا المطعم المصري خسرت محمد صلاح والله يرحم محمد صلاح مرة ثانية. هاي قدام مطعم لبناني، طبعا هنا تحس نفسك بدولة عربية، طبعا ماكو اي لندن، الانجليزي يجون هنا سياحة، الاوروبيين يجون عندنا سياحة. هذا شارع العرب هو مكتوب حتى بالجوجل، بس تكتب شارع العرب يطلع لك هذا، تكتب خلاص جوجل شارع العرب يطلع لك هذا، او بالانجليزي اجور رود او بالعرب تكتب اجور رود، لان شوف كلها بالعربي. صيدلية الامير، ها بن سينا، ابن سينا. ها هناك صيدلية الملك، فالناس يجون هنا لندن ويدخلون في هذا الشارع وما يطلعون من عندي، يقول لك اوه لندن كلها عربي حبيبي، تراح الشارع العرب اوه لندن ما حلوة، طبعا داخل شارع واحد، فهو هذا السبب يقولون لندن مو حلوة يجون بس هنا. هذا المطعم الكويتي رويج سويلة، طبعا اكيد تشوفون ذاك الجسر بعد ورا، بعد اكثر تحس نفسك بدولة عربية، سوق شعبي، حاجات أكثر عربية، مطاعم أكثر شعبية عربية. خلونا بهذا الجانب منك عشان نشوف هاي العمارة حلوة حمراء، ماشي تشتغل هنا بين هاي البيوت هيك يومين ثلاثة أيام. طبعا قدامها مطعم قلعة أربيل كلش حلو أكله، هذا هم ايضا محل كويتي
اللي بالازرق اللي لايكه. وعمرت صار علي من الناس كلها عرب وقاعدين يقول لك لا تصور ما اعرف شنو هاي الشغلات وانتم بعد تعرفون. كم دوله عربيه عندها مثل هذا الجسر؟ اول ما العراق بغداد معباي الجسر بالضبط هم الانجليز سووها مهندسين انجليز. طبعا بدا يجي هواء عالي اكثر بلكي يصير مطر لانه حاره كلش حاره تعبنا. لان اليوم اول يوم درجه حراره 30 جانا الحر مفاجئ. هاي عبرت الجسر كل مطاعم عرب سودانيين عراقيين كل شيء هنا عادي الاسعاف عادي. هاي الاسعاف بلندن تسمعها باليوم 7-8 مرات وكل مكان. شوفوا هسه خبز العراقي ما اخذ الصمون اللي اخذت ميكس فالميكس دائما يعطوني بالخبز العراقي. هسه اصور لكم الحلويات والباقي المطعم خلنا ناكل وخلص. شوفوا هاي الكليتش العراقيه هاي باقي الحلويات العراقيه وهاي الدهينه هاي كنافه وهاي البقلاوات والكاهو والحاجات هاي المعجنات وهذا القص هذا الصمون العراقي هذا خبز عراقي هذا القص. طبعا شغلنا اغنية حسام الرسام والقعدة حلوة هنا يا جروب.